فقرة من الأخبار مشاهدينا، أهلا بكم. في المستهل وتحسبا للدخول المدرسي، تتواصل ولليوم الثاني على التوالي الحملة الوطنية لتنظيف المؤسسات التربوية والمحيط المدرسي تحت شعار مدرسة نظيفة من أجل أبنائنا. الحملة تشارك فيها الجماعات المحلية ومديريات ودور البيئة وكذا جمعيات أولياء التلاميذ، إضافة إلى الفاعلين من المجتمع المدني والناشطين في مجال البيئة والكشافة الإسلامية الجزائرية. ولرصد مجريات الحملة يلتحق بنا من تيبازا إكرام قاضي ومن ورقلة خالد بنغرينا والمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة الزميلة وهبة هوام. نبدأ معك إكرام قاضي من ولاية تيبازا. إكرام، كيف تجري العملية في يومها الثاني؟ نعم، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، أطلقت ولاية تيبازا حملة تنظيف مختلف المؤسسات التربوية ومحيطاتها على غرار باقي ولايات الوطن التي تشهد نفس الحملة التنظيفية تحت شعار دخول مدرسي في محيط نظيف، وذلك قصد استقبال التلاميذ في أحسن الظروف. واليوم نحن بمتوسطة محمد بطران ببورجيجا بولاية تيبازا، أين تشهد هذه المؤسسة نفس العملية التنظيفية وحملة تنظيفية واسعة لمختلف المؤسسات هنا ببورجيجا بمشاركة جمعية أولياء التلاميذ، الكشافة الإسلامية، الجماعات المحلية والجمعيات الرياضية. يبقى معنا إكرام لننتقل إلى ولاية ورقلة حيث يتواجد الزميل خالد بنغرينا. خالد، ورقلة وكغيرها من ولايات الوطن أطلقت حملة لتنظيفها المدارس، ضعنا في المشهد لديك خالد. زميل إبراهيم، إذن تحت الشعار دخول مدرسي نعم زميلي إبراهيم، وتحت الشعار دخول مدرسي نظيف تستمر اليوم الثاني هنا بولاية ورقلة الحملة الوطنية لتنظيف المحيط المدرسي والتي تمس عدة مناطق وعدة مرافق تربوية، المرافق سواء كان منها الجديد ومنها المؤسسات التربوية التي هي قيد الاستغلال. هذه العملية مستمرة لليوم الثاني هنا بولاية ورقلة، حيث نتواجد من أمام ثانوية شهداء ديسمبر 1957 بثانوية الجديدة بمنطقة أو بحي بامديل بولاية ورقلة. العملية متواصلة حيث تتمس عدة نقاط وعدة مرافق تربوية هنا ببلديتي ورقلة وبلدية رويصات. العملية شارك فيها عدة فعاليات المجتمع المدني بولاية ورقلة وهي مستمرة، حيث كما ذكرنا هي من شأن هذه الحملة أن تزرع ثقافة المحافظة على البيئة هنا بولاية ورقلة، ومن أجل كذلك دخول موسم جديد في جو طبيعي ملائم لطلبتنا الأعزاء. إذن العملية لا تزال مستمرة والتي حيث ستمس عدة مرافق تربوية هنا بولاية ورقلة. عودة إلى الزملاء على مستوى المركزية. نعم، بالعاصمة أيضا وبالضبط بسيدي عبد الله حيث تتواجد وهبة هوام. وهبة، 10 أيام قبل الدخول المدرسي، كيف تجري العملية لديك؟ إذن متواجدون نحن بمدرسة شهيد محفوظ عايدة، كل الوسائل البشرية والمادية مجهزة ومسخرة لأجل إنجاح هذا الموسم تحت شعار المدرسة بيتي الثاني ترفعنا للعلم درجات، الكل مجند لإنجاح هذا الموسم. وهو كذلك وهبة، إذن
شكرا لشبكة مراسلين من تيبازا والمدية والجزائر العاصمة. على كل حال نبقى نرصد هذه العملية طيلة أو قبل الدخول المدرسي قبل طيلة عشرة أيام. في بقية أخبارنا وفي المغرب لقي ما لا يقل عن 632 شخصا مصرعهم وجرح 329 آخرا بجروح إثر زلزال عنيف بلغت شدته 6.8 على سلم ريشتر. الزلزال الذي يعتبر الأعنف في تاريخ البلاد ضرب ليلة أمس محيط إقليم الحوز جنوب غربي مراكش وشمل المناطق الوسطى والجنوبية للبلاد وتسبب في أضرار جسيمة وانهيار لعدد من المباني. في الهند انطلقت اليوم أشغال قمة دول مجموعتها 20 وسط خلافات متنامية بين القوى العظمى وبخاصة حول الملف الأوكراني ومعضلة التغير المناخي. القمة التي يحضرها زعماء 30 دولة ويغيب عنها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ يرتقب أن تتوج باتفاق حول مشروع نقل ضخم يربط الهند بأوروبا، إضافة إلى تبني اقتراح يتم بموجبه منح الاتحاد الإفريقي صفة العضوية الدائمة داخل المجموعة. في الرياضة استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وذلك بعد تعادله السلبي في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. التدريبات عرفت حضورا كامل التعداد على غرار اللاعبين المصابين باندماج كل من رامي بن سبعين وبغداد بنجاح وسفيان فيغولي مع المجموعة تحضيرا للمباراة الودية المنتظرة يوم 12 من الشهر الجاري أمام المنتخب السنغالي بالعاصمة داكار. ختام موجز، إلى اللقاء.